اهلا فيكم من همسكوي على الوادي وعلى المدينه بش... كيف شمت ريحه لك كذي نقدر نقولكم صباح الخير يا أهل الخير، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا طيبين وصحة وسلام. متجهين إن شاء الله إلى قرية همسكوي. في بداية كل فيديو أحب أشكركم لدعمكم لي الفيديوهات الماضية، وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وفي الطريق المؤدي إلى همسكوي راح تحصل كثير من المناظر الخلابة، من جبال شاهقة وغيوم مغطية أعالي الجبال وغابات كثيفة بالأشجار. وتبعد قرية همسكوي الجميلة عن طرابزون ساعة بالسيارة، ويفضل زيارة هذه القرية الجميلة في منتصف الربيع إلى منتصف الخريف. والانطباع الأول اللي يجيك عند زيارتك لقرية همسكوي هو البيوت القروية الجميلة والمطاعم والكافيهات المنتشرة حوالين المكان على إطلالات رهيبة لهذه القرية الساحرة. اهلا فيكم من همسكوي، حصلنا مكان جميل على اطلاله حلوه، شوفوا المناظر الحلوه مقابل هذا المطعم الحلو، ما شاء الله تبارك الله. والسحاب اليوم مغطي اعالي الجبال وعاطي جماليه من نوع ثاني ما شاء الله. على طول الطريق نحصل مثل هذه الاشجار مقصوصه يصنعوا منها الطاولات والمعمولات الخشبيه. وشوفوا هذه القطعة ما شاء الله حجمها كيف، هذه يدي وهذه القطعة هذا الجذع. وتعتبر هذه الأخشاب مصدر دخل أهالي المنطقة لأنهم يبيعوا الأخشاب بكميات كبيرة ما شاء الله. مثل ما تشوفوا أشجار كبيرة، وعندهم مثل ما تقولوا قطع أراضي كل سنة يأخذوا من قطعة ويزرعوا القطعة الأرض اللي قصوا منها الأشجار وينتقلوا للقطعة اللي بعدها. منطقة همسكوي منطقة ريفية تبعد تقريبا ساعة بالسيارة عن مدينة طرابزون، فيها مطاعم وقهاوي وفنادق واحد يقدر يقضي فيها نص يوم أو يوم يبات فيها أو يقضي فيها العصرية ويرجع. مكان غريب ما شاء الله حلو. طبعا ما تحلى الجلسة واستمتاعك بهذه المناظر إلا بكوب شاي أحمر مهلبية بالمكسرات نفس هذه اللي تشوفوها، كانت شيء لذيذ. بصراحة المناظر اللي شفناها من هذا المكان كانت لا توصف. وبعد جلسة جميلة في هذا المكان تمشينا حوالين أرجاء قرية همسكوي. وبعدها توجهنا المطعم جميل على اطلالات ساحرة لقرية همسكوي، راح اطلقكم موقع المطعم في اسفل الفيديو، لازم تزوروه عند زيارتكم لقرية همسكوي. وقفنا في هذه الحديقة اللي فيها اطلالات على كامل همسكوي، وكان في مصلى دورات مياه، في خيم نظام عربي، في جلسات خاصة، واذا عندك اكل وتريد تطبخ يوفروا لك مكان للطبخ، يوفروا لك في المكان واسعاره جدا مناسبة تناول الجميع. وفي عندهم نفس الشيء جلسات مرتفعة اظن الحين يبنوها راح تجهز، وفيها نفس الشيء اطلالات جميلة، مكان حلو ما شاء الله. هذا اسم المحل، يوفر طبعا اكلات مختلفة من فطور وغداء وعشاء، مكانهم مثل ما شفتوا اطلالات جميلة وخيم تخدم العرب بشكل عام والشباب، مكانهم مريح ومطل يعني مثل ما تشوفوا قدامكم كان ولا أروع ما شاء الله. السحب تطلع من الجبال منظر خيالي ما شاء الله. الأرياف والمكانات هذه متوفر فيها المساجد على طول الشارع. وهذه كانت تخطيطنا لقرية همسكوي، والحين إن شاء الله متجهين إلى ماتشكا.
وبعد ما قضينا وقت ممتع وجميل في همسيكوي توجهنا إلى قرية ماتشكا. تقع قرية ماتشكا في طرابزون ولكنها تبعد ما يقارب 29 كيلو من مركز المدينة، وآلاف الزوار يزوروا قرية ماتشكا لأنها منطقة ساحرة بكثير من المروج الخضراء والهدوء الطبيعي اللي يكسره صوت العصافير والمناظر الساحرة. وبعدها وصلنا إلى مطعم لادور. وصلنا قرية ماتشكا ونزلنا في هذا المطعم الحلو، واللي يميز مطعم لادور الإطلالات الساحرة الرهيبة على قرية ماتشكا والمناظر الطبيعية اللي حواليها فوق الجبل. وبحط لكم موقع المطعم، لكن يعتبر هذا أفضل مطعم من ناحية الإطلالات. هذا اسم المطعم. المطعم في مثل هذه الأكواخ المطلة على الجبل والمناظر اللي قابل المطعم. ما غير الأماكن والإطلالات الرهيبة من مطعم لادور، المطعم يوفر أماكن للشوي بحيث أن الواحد يستمتع بوقته في هذا المكان. مكان جدا جميل ومرتب، ينفع العوائل والشباب، تحس نفسك كأنك طالع رحلة، تستمتع بهذا المناظر مع عائلتك وأصدقائك. المطعم فيه أكثر من مكان وزاوية تجلس فيه، فيه إطلالات على الوادي وعلى المدينة بشكل، على القرية بشكل عام. ما شاء الله تبارك الله، مثل ما تشوفوا مكان جميل وهادي بعيد عن الإزعاج. وأحلى ما في هذا المطعم البلكون الزجاجية المشرفة على هذه المناظر كلها، رأيكم المناظر من فوق. وفي المطعم راح تحصل بلكون الزجاجية يتوسطها علم تركيا يرفرف. هذه المناظر من البلكون الزجاجية، من خلال هذه الشرفة الزجاجية راح تشوف الجبال الخضراء اللي محتضنة مدينة ماتشكا والمناظر الساحرة حوالين هذا المكان. شوف الشمس والسحاب بدأ يتفرق، ما شاء الله راسم لوحة فنية طبيعية ما شاء الله تبارك الله. مكان هادي، اسمع بس في صوت العصافير، ما في إزعاج، كان جميل وهادي. وإذا كان عندكم أقل من يوم تزوروا في قرية ماتشكا، أنصحكم تزوروا هذا المطعم وتقضوا فيه يوم كامل تستمتعوا بالمناظر اللي حوالينا. مطعم جميل وفيه إطلالات حلوة، واحد يقدر يغضي فيه وقت طويل هو وعائلته. ما شاء الله، شوفوا المكان، حس نفسك طالع رحلة. طعام انك تقدر تشوي فيه، مسوي لك هذه مكانات مخصصة للباربيكيو، تشوي على كيفك وتستمتع بالمناظر الحلوة اللي قدامك. ما شاء الله. شوفوا الطباخ وتشوي على كيفك وهذه المناظر اللي تستمتع بها. معنا ضيف راح الشايط، راح ريحة اللحم وخلي عمره بريء وقعد هني تحتنا انتظر المشاوي. يا طيب كيف شميت ريحة؟ شميت ريحة اللحم؟ ايوه المشاوي. ايش رايك في مكان عمي محمد؟ والله مكان جميل، يعني بوجودكم وبوجود ابو خالد مكان جميل، يعني ومستنقصيننا على عيالنا وعلى اصدقائنا. لا ان شاء الله لهم زياره، ان شاء الله تصير لهم فرصه باذن الله لهذا المكان الجميل. نعم، ولو يعني انه شويه دروب يعني تروح، لكن لا لا المكان لكن في النهايه توصل الى مكان. ايوه بعدين عقب التعب راح شوف المناظر ان شاء الله. ميزة هذا المطعم انك تقدر تاخذ اللحم وتشويه بنفسك وتغذي فيه وقت انت والعائلة واصحابك، تغذي فيه وقت ممتع على هذه المناظر الجميلة. المكان عبارة عن رحلة وغريب من طرابزون، يبعد تقريبا ساعة بالسيارة. لكم الخيار انكم تشغوا او انك تطلب الاكل جاهز يجيبوا لك اياه. يوثق الرحلات، يقدم خدمات المشاهد الكريم. اللهم اجعل اولادك كلهم مصورين ان شاء الله. يا اللهم امين. عاش عاش باسل عاش. Take a look.
شكرا يا باسل يعطيك العافية. سوق السيارة مشوي لهم اللحم كله علينا. خلصنا من الشوي وجلسنا في هذا المكان الحلو، والحين بننتقل لزاوية ثانية نجلس فيها ونشرب شاي. وبكذا يا اخوان وصلنا لنهاية رحلتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهذا اليوم، ونشوفكم ان شاء الله في يوم جديد ومكان جديد. واذا عجبكم الفيديو لهذا اليوم لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة، وتنشروا الفيديو لاصحابكم واحبابكم، وسلام.